ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه اللهم لا شماته يا جماعه، ما فيش شماته في المرض، في حمله كبيره جدا شمتانه في الفنانه يسرا وايناس الدغيدي، وطبعا فيفي عبده اللي هي حاليا في غيبوبه بين ايادي الله، ربنا يا رب يكمل شفاها على خير. يا جماعه المرض اولا ما فيهوش شماته. ايناس الدغيدي دلوقتي في حاله صعبه جدا، واتنقلت في العنايه المركزه في نفس المستشفى اللي موجود فيها الفنانه فيفي عبده. طبعا احنا كلنا عارفين ايناس الدغيدي ويسرا اتنقل لهم المرض ازاي. كانوا في حفله عيد ميلاد نيلي كريم، في الصور اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، طبعا بدون اي احتياطات للوقايه اللي هي ابسط الامور اللي هي مجرد كمامه، ما كانش في اي احتياطات للموضوع ده. فاتصابت الفنانه يسرا واتصابت ايناس الدغيدي هما في عيد الميلاد ده. دلوقتي ايناس الدغيدي فقدت النطق تماما، حتى لما كانت بتراسل الفنانه الهام الشاهين، الهام شاهين اللي هي صديقتهم، كانت بتراسلهم الاول بالتليفون، دلوقتي فقدت النطق وفقدت الحركه ودرجه حراره عاليه جدا مع ارتفاع في التنفس، يعني نفسها ضيق جدا. فدلوقتي بيتواصلوا مع بعض على الرسائل اللي هي بتاعه الواتس. بنتها حبيب قالت كده وبلغت ان مامتها دخلت في غيبوبه كامله وهي تعبانه جدا، زائد ان الهام شاهين برضو صديقتهم قالت الكلام ده. اولا محدش يشمت في المرض، لان المرض ده من عند ربنا، كلنا معرضين ان احنا في ثانيه ممكن نتعب. دلوقتي هم عندهم نفس اعراض الفنانه القديره الله يرحمها رجاء الجداوي، لان احنا عارفين كلنا ان هي لما توفت بكورونا برضو نفس الاعراض اللي هي تدهور جدا في حال في التدهور جدا في النطق بقى وفي الحركة وفي ارتفاع درجة حرارة والتنفس. أصالة كمان تعبانة جدا، بس مش بدرجة تعب ايناس الدغيدي، يعني هي بتتلقى بروتوكول العلاج بتاعها في البيت، في دكاترة متخصصين معاها لكده. في أخبار قالت متداولة ان هي اتنقلت للمستشفى، ولكن لسه لحد الآن الأخبار مش أكيدة، لان هي ما بتتحسنش، يعني هي تعبانه جدا، يسرا تعبانه جدا، حتى قالت المرض مميت، مميت بمعنى ان كلنا لازم ناخد بالنا وعلى الاقل خالص نهتم، لان بصراحه المرض منتشر ومنتشر جدا بين كل الناس. دول ناس في امكانياتهم ياخدوا احتياطاتهم كمان، يعني هم عندهم الامكانيه لكده بس ما بيعملوش كده. فربنا يا رب يشفي كل المرضى، ونتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل ويقوموا بالسلامه. فيفي عبده حاليا غيبوبه كامله كامله، تعبانه جدا جدا في العنايه المركزه، ما خرجتش منها بقالها 3 ايام على لحد الان. بنتها منهاره، بنتها عزه منهاره، بتزعق دايما مع الدكاتره، بس طبعا لا يكون في عونها، مامتها ادتها كل الحسابات بتاعتها. الفنانه الجميله يسرا عندها ضيق في التنفس، عندها كحه شديده، عندها درجه حراره عاليه ومرتفعه جدا، تعبانه. ايناس الدغيدي حالتها متدهوره اكتر بكتير من يسرا، مقاربه لحاله الفنانه فيفي عبده. طبعا نتمنى ليهم الشفاء العاجل، هم وكل مصابين كورونا، ويا رب يبعد كورونا عننا جميعا. لازم كلنا ناخد كل احتياطاتنا، عشان الاصابات مش سهله والاصابات مش قليله، بالعكس الموضوع في خطر متزايد وخطر كبير جدا. ممكن ناس كتير ما تكونش مهتمة، بس بصراحة لازم نهتم.